مولانا، إذا في ملبس تم فني أطرافه بشكل ما، ده حكمه إيه؟ ثاني المهم ما يكونش حضرتك ثاني أطرافه، يعني بنتني الطرف بتاعه، ثاني أطرافه ما يكونش بالخيط. لو تنيناه بالخيط يبقى أعملنا الخيطة في الثوب، وده ما ينفعش، خاصة إذا لفيناه على جسمنا. ويبقى إحنا بنقول الثوب المنهي عنه في الإحرام هو كل مخيط محيط بالعضو، مخيط ومحيط. فلو حاجة متخيطة ومحيطة على الجسم أو العضو الجسم نقول ده ممنوع، دي من محظورات الإحرام، هو ينفع بيها الحج إنما من محظورات الإحرام. فمن محظورات الإحرام بمعنى إن إحنا نقع في المحظور هنا، وبعدين هنعمل بقى حاجة من الثلاث أشياء، إن إحنا يا إما نصوم ثلاث أيام، يا إما نطعم ستة مساكين، يا إما هنقدم هدي اللي هو الشاه. فإحنا بنقول له لأ، أنت هتتني ليه؟ انما ممكن انت اصلا الرداء بتلبسه كده زي الرجال بيعملوا، وبيجيبوه كده من تحت بتاع ويجيبوه كده، ما هو ماتنا اهو، بس ده تانية عادي لطبيعه الشيء عشان نستر بدلنا عشان ما تبردش حتى، وهذا موافقين عليه. يبقى هنا حضرتك هاتني الامر، هاتني من غير خياطه ولا شيء، هاتنيه عشان خاطر ارفعه هنا او هنا، المهم ما اغطيش بالراس، المهم ان انا اعمله على كتافي، اعمله حوالين جسمي، يبقى حوالين جسمي بس غير مخيط، وما حطوش على دماغي، عشان هنا ما ينفعش ان احنا نسطر الرأس بشيء ملاصق للرأس، ده غير الشمسية. ممكن الشمسية في الشمس ممكن تمشي بيها، بس مش ملاصقة للرأس. انما الغطاء اعمل، لا ما اعملش بالغطاء على الرأس اللي هو بالرداء نفسه، الا اذا اضطررنا لهذا ولم نجد سواه، وده يكون لضرورة، وطبعا مش موجود.